Hola a todos, bienvenidos. اهلا وسهلا بكم في تعلم الاسبانيه aprender español. الدرس اللي فات طبعا عشنا مع بعض في عالم الافعال الشاذه، خدنا مع بعض شويه افعال شاذه، حروف بتتغير لحروف، حرف بنضيفه، حرف بنشيله، خدنا مع بعض شويه افعال شاذه وقلنا ان بالوقت هنتعود عليهم. كمان خدنا بعض الجنسيات مع بعض وعرفنا دول جديدة وعرفنا اشتقاقات للجنسيات منها. كل ده خدناه مع بعض الدرس اللي فات. الدرس ده ان شاء الله هنكمل برضو في الافعال الشاذة، هنفضل شوية عشان نجمع اكبر قدر من الافعال الشاذة مع بعض في الدروس الجاية، عشان بعد كده نبقى احنا عملنا اساس كويس نمشي عليه. بس المرة دي بقى واحنا مع بعض على البورد نشوف الافعال الشاذة، يلا بينا. هنكمل الرحلة مع الأفعال الشاذة زي ما قلنا، هناخد مع بعض شوية حاجات أكتر، شوية تغييرات في الأفعال أكتر، شوية النهايات زي ما احنا عارفين إنها واحدة، بس التغيرات بس هي اللي بتفرق. زي ما قلت هجمع، هحاول أجمع على قد ما أقدر الحاجات الشاذة اللي ممكن تقابلوها، والأفعال تبقى شبه بعض، يعني فعل تاني ممكن تقابله تقول ده شبه الفعل الفلاني فأكيد هيبقى شاذ، فأنت هتبقى عارف دي بالوقت. خلينا نبدا. احنا نهينا سريعا المره اللي فاتت، خدنا الثلاث افعال دول اللي احنا قلنا بيتغيروا بس مع اليوم، هقولهم بس بشكل سريع. قلنا بالير، سالير، تراير، قلنا بس اللي بيتغير هو اليو ما عدا التراير، هنحط بدل الخي هنحط اي خي. بالجو، باليس، بالي، باليموس، باليس، بالين. سالجو، سالس، سالي، ساليموس، ساليس، سالين. ترايجو، ترايس، تراي، ترايموس، ترايس، تراين. ده نهينا بيه مع بعض الدرس اللي فات. قلنا التغيير بس بيحصل في اليو، لكن باقي الضمائر ما يبقاش فيها تغيير. وقلنا ان مع نوسوتروس وبوسوتروس في الافعال اللي قبل كده ما بيحصلش برضو فيها تغيير، والتغيير بيحصل مع باقي الضمائر. نخش بقى مع بعض على شوية تغييرات تانية. الفعل ده طبعا خدناه، بس طبعا هنا عشان يقول هو شاذ ازاي. أثير، بونير، أثير اللي احنا خدناه مع بعض، فاكرين كيتيم باثي، أثير اللي احنا خدناه، أثير اخرسيسيو يعني يعمل حاجة أو يكون بشيء، بونير يضع حاجة. والفعل ده مستخدم وليه سياقات كتير جدا وليه تعبيرات كتير جدا، حتى في القاموس هتلاقي فيه أكتر من صفحة تعريفات، ولكن بونير معناها يضع حاجة. اول حاجه يقول لك ان الف بتتحول لخ مع اليو بس، زي ما احنا شفنا مع بعض جوه. اثير تبقى اجو، انزل طبيعي عادي جدا زي ما احنا متعودين في تصريفات، هو تصريف اي ار، انزل. اثس، اثي، اثيموس، اثيس، اثن، يبقى اجو. ضفت الخ مكان الف بقى اجو، اثس، اثي، اثيموس، اثيس، اثن. التغيير فين؟ التغيير حصل في حاجه واحده بس اللي هو اليو، الباقي كله انا نزلت العدله الرصه بتاعتي اللي انا عارفها، بس غيرت اليو، شلت حرف وحطيت الخي بس زي ما احنا برضو خدنا. فعل بونير هنا شلت الفي حطيت خي، هنا شلت الان حطيت برضو خي. اجو، بونجو، بونير، بونجو. اقف، انزل بقى، بونس، بوني، بونيموس، بونايس، بونين. بونجو، بونس، بوني، بونيموس، بونايس، بونين. نفس الحكاية، التغيير بس بيبقى في الضمير اللي هو يو، الان شلتها بقت خي، بونجو، هنا الفي شلتها بقت خي، اجو. واكمل عادي، هو اي ار، اي ار يعني هو تصريف مجموعة تانية، انزل بتصريفاتي اللي انا عارفها، اس، اي، ايموس، ايس، ان. اجو، اثس، اثي، اثيموس، اثيس، اثن. بونجو، بونيس، بوني، بونيموس، بونيس، بونين. ده نوع من انواع برضو الافعال الشاذه، التغيير بس بيبقى في اليو برضو اللي هو الضمير الاول، يا اما بحط الخي مكان الفي، يا اما بحط الخي مكان الان. نشوف برضو مع بعض كام حاجه تانية، يعني ثلاث افعال فيهم برضو التغيير في اليو، بس تغيير يعني بالنسبه لنا هيبقى غريب، ايه ده هو عمل ايه او كده. كابير، سابير، بير. كا
كبير يعني يسع أو يتسع لحاجة، صبير برضو يعرف أو يعلم شيء، بير يعني يشوف. تعالوا كده ما نبصش على اليو فوق، ار اس اي اموس اس ان عارفين، اس اي اموس اس ان عارفين، اس اي اموس اس ان عارفين، نفس النهايات. التغيير برضو حصل فين؟ برضو في اليو. كبير بقت كابو 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 مع اليو، بس اتغيرت شكل الفعل تماما، اتغير بدل كابير، بدل لما اقول مثلا كابو لا قلت كابو كابو كابو. انسى يو خالص، امشي بقى عادي، ادي تصريف مجموعه ثانيه، كابس كابي كابيموس كابيس كابن. التغيير بس حصل معانا في اليو. انزل على سابير سابير سابير، ده من برضو الافعال المهمه اللي بتستخدم كتير هي وكونوفير. سابير الاول سي 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 بس، بعد كده اللي انت عارفه، سابس سابي سابيموس سابيس سابن، نفس التصريفات بتاعه المجموعه عادي، بس التغيير في السي مع اليو. هنا التغيير مع اليو اللي هي بقت كابو كابير كابو سابير سي بير اس اي اموس. عارفين برضو النهايات، ولكن برضو اللي متغير هو اليو. بايو ليه اول واحده؟ بايو بايو اول واحده، بس بي بيموس بيس بن. دي الافعال الشاذه اللي برضو ليها علاقه باليو بس، التغيير اللي بيحصل في اليو، انما باقي الضمائر اللي تحت وتصريفاتها شغاله عادي زي ما هي، زي ما احنا شايفين. يعني اليو بس هو اللي فيه مشكله، مش مشكله بس بنغير. نيجي برضو لمجموعه من الشواذ الثانيه، هننزل برضو كله عادي، نمسك اللي هنا، ريبيتير 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 يعني يكرر او يعيد، ريبيتير. رير 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 يعني يضحك او يبتسم. دثير دثير يعني يقول يقول حاجه، دثير. اول حاجه بيقول لك ان الاي بتتحول لاي، تعالى كده نشوف الاي دي، الاي دي سوري. ريبيتير ريبيتو ريبيتس ريبيتي ريبيتيموس ريبيتيس ريبيتن، مستني حد يقول. اتحولت 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 اتحولت. نوسوتروس وبوسوتروس كالعاده ما بيحصلش فيهم تغيير، يبقى ريبيتو ريبيتس ريبيتي ريبي، ما قلتش ريبي ريبي عشان ما اتغيرتش الاي، هي فضلت زي ما هي. ايه؟ ريبيتيموس ريبيتيس ريبيتن، زي الباقي اتغيرت، ان الاي اتحولت لإيه ما عدا اكسبتو اول وتاني بلورال اللي هما نوسوتروس وبوسوتروس، ما بيتغيرش فيهم حاجه لحد دلوقتي، ما اتغيرش فيهم اي حاجه. ريبيتو ريبيتس ريبيتي ريبيتيموس ريبيتيس ريبيتن، ده التغيير اللي بيحصل ان الاي تتحول لإيه. طب التغيير التاني هنا بيقول لك ان الاي بتتحول لإيه عليها اثنتو، شايفينها؟ يعني رير بقت ريو، التغيير حصل الاي اهي، الاي اللي فوق اتحولت لاي، بس مش اي عاديه، مش زي دي كده اهي، اتحولت عليها اثنتو، يعني حط عليها الاثنتو اللي احنا عارفينها، بقت هتبقى ريو ريو ريس ري ريموس ريس ريين، بقى عليها اثنتو علشان النطق حط عليها اثنتو، فبالتالي بقويها. يعني نفس الحاجه ان الاي هتتحول لاي، بس الفرق هنا ان ان الاي عليها اثنتو، هنا ما عليهاش، ادي الاي هنا ما عليهاش، هنا الاي ما عليها ما عندهاش اثنتو. نيجي هنا عند ريموس رئيس، الاي ما اتغيرتش كالعاده، ما تحولتش لاي. هتقول لي ايه الاي؟ ما هي دي النهايه بتاعه الفعل المجموعه الثالثه زي ما احنا متعودين، يعني النهايه ثابته، اللي اتغير بس ان احنا حولنا الاي هنا لاي، هنا حولنا الاي لاي بس عليها اثنتو، ما عدا في الاثنين، ما عدا نوسوتروس وما عدا بوسوتروس، بس هنا اصلا في نوسوتروس الاي عليها اثنتو، يعني بدل ما اخليها اضيف اي عليها اثنتو ضافها على النهايه بتاعتها ريموس. ده فعل شاذ، يعني كله فعل شاذ ملوش اي قاعده ثابته، فبالتالي عشان تعرف تفتكره
ان الايه احوله لايه عليها اثنتو مع فعل رير ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس النهايه بس اللي عليها الاثنتو بس رير دثير شايفين الث متحوله لخ ده احنا عرفناها اتغيرت معانا قبل كده زي اثير اجو بس برضو ان الايه اللي في دثير متحوله لاي يعني بقول فوق دثير قلت ديجو ديجو اهو ديجو ادي الف حولتها لخ والاي حولتها لاي عادي ديجو اللي بعديها ديثس اللي بعديها ديثي نوسوتروس وبوسوتروس ارجع لوضعك الطبيعي ديثيموس ديثيس ديثن بس يعني هنا ده شاذ في حاجتين شاذ مع اليو الف حولتها لخ والاي حولتها لاي بقت ديجو ديثس ديثي ديثيموس ديثيس ديثن هنا وهنا عرفنا ان الاي بتتحول لاي واحده الاي ما عليهاش اثنتو واحده الاي عليها اثنتو وشكرا ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس هنا الف اتحولت لخ وبرضو الاي اتحولت لاي بس الف اتحولت لخ مع اليو بس مع ضمير انا فبقى ديجو ديثس ديثي ديثيموس ديثيس ديثن ده نوع برضو من الافعال الشاذه وبرضو مستمرين ان نوسوتروس وبوسوتروس ما بيحصلش فيهم الكامبيو في الرئيس بتاع التغيير في جذع الكلمه او اصل الفعل التغيير كله بيحصل في باقي الضمائر نيجي مع بعض لبرضو شويه افعال تانيه هنا بيقول لك ان الخ بتتحول لخوتا مع مين بريميرا سينجولار يعني مع اليو خدنا مثل قبل كده عليها برضو بس هناخد مثل تاني كورخير يعني صحح كورخير يعني صحح سجير يعني ممكن يستمر في حاجة أو يتبع حاجة ده فعل سجير تعال نشوف كده أدي كورخير اهي إيه اللي اتغير الخ بقت خوتة الخ بقت خوتة بس والنهاية احنا عارفينها يبقى كورخير كوريخو كورخير كوريخو corriges corrige corregimos corregis corrigen seguir sigo sigues sigue seguimos seguís siguen وده نوع من انواع الافعال الشاذه يلا بينا نكمل درسنا خدنا برضو كذا نوع من الافعال الشاذه مع بعض هنكمل كالعاده شويه افعال شاذه علشان نبقى ملمين باكبر قدر من الافعال الشاذه هنيجي احنا نشوف افعال تانيه اكسكلوير التصريف بتاعه وير برضو التصريف بتاعه اكسكلوير يعني يستبعد يستبعد حد او يستبعد حاجه وير يعني يسمع وير يعني يسمع هنا معانا اجريجا هتيجي تقول لي هتحول ايه لا دي احنا هنضيفها اكسكلوير ده مجموعة كام؟ مجموعة ثالثة فقلت اكسكلويو اكسكلويس اكسكلوي اكسكلويموس اكسكلويس اكسكلوين هي بتتنطق بسرعة بس أنا بحاول أنطقها بالراحة علشان نطقها يعني اكسكلويو اكسكلويس اكسكلوي اكسكلويموس اكسكلويس اكسكلوين بحاول اقسمها بس علشان تعرف تنطقها ايه اللي احنا هنعمله هنا هنضيف بس قبل النهايه بتاعه الفعل اللي احنا عارفينه اللي هو المجموعه الثالثه هنضيف الايجريجا اللي هي دي وكالعاده مش هنضيفهم فيه ولا نوسوتروس ولا بوسوتروس عادي النهايات بتاعتهم اللي احنا عارفينها ولكن الايجريجا اللي هي دي هنضيفها مع كل الضماير الثانيه قبل بس النهايه ادي النهايه بتاعتنا ادي الاو الاس الاي الان دي النهايات اللي احنا عارفينها هنضيف بس قبليها الاجريجا ده في الفعل اكسكلوير اللي هو يستبعد وير 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 ده يعني يسمع بص بيقول لك ان الاجريجا زائد الاي خي يعني ايه يعني انا مش فاهم يعني احنا هنضيف الخي مع حاجه وهنضيف الاجريجا مع باقي الضمائر ما عدا نوسوتروس وابوسوتروس يبقى وير أويجو
مع يو تبقى أويجو، أهو ضفت الإي خي أويجو. اللي بعديها أويس أويس أوي، ويموس ويس أوين. كل الأفعال الشاذة اللي معانا ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس، ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس. هنا حطينا الإجريجا، أضفنا الإجريجا قبل النهاية. هنا الإي خي حطيناها مع اليو وقلبناها إجريجا مع باقي الضمائر ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس، زي ما احنا شفنا هنا اهو. أويجو أويس أوي ويموس ويس أوين. ده من ضمن الأنواع بتاعت الأفعال الشاذة. ناخد برضو نوع تاني. هنا بيقول ريجولاريس لاس ديماس بيرسوناس، يعني هيكونوا مش شواذ مع الضمائر التانية. هنا بيرسوناس ما يقصد بيها الأشخاص، لأن الضمائر يعتبر أنا بعوض عليهم بأشخاص يعني. هنا فعل أفعال يعتبر شاذة بالنسبة لنا، الكامبيو اللي فيها ما نعرفوش، برضو مع اليو ستار ودار. نفتكر مع بعض ستار احنا خدناه قبل كده طبعا، وعارفين ان ستار ده فعل شاذ وقلت عليه من اول حاجة ومن اهم الافعال في الاسباني. دار يعني يعطي، يعطي حاجة. شاذ بس فين؟ بالملاحظة كده، تعالوا كده نشوف. يعني التغيير البسيط مع اليو اللي هو دوي استوي، يعني دار دوي، امشي بقى نهايتك داس دا داموس دايس دان، استوي استاس استا استاموس استايس استان، نهايتنا عادي. بس هنا في اثنتو على فعل استار على النهايه وقبل الفعل في نسطر في بوسوتروس. بس ده مش الاهم، الاهم اللي انا عايز اشوف الكامبيو اللي ظاهر قدامي قوي في فعل دار وستار هو مع اليو. ده اللي فيه حاجة ضفنا إجريجا اللي هي إيه، ما من غير أي حاجة، لأنه فعل شاذ. دوي استوي، دوي استوي، داس دا داموس دايس دان، استوي استاس استا استاموس استايس استان. ده برضو من الأفعال الشاذة اللي ممكن تواجهنا. فعل ستار عادي، فعل دار برضو سياقاته كتير، اللي هو فعل يعطي وليه برضو بعض التعبيرات هناخدها مع بعض قدام. نيجي لفعلين مهمين زي سير وفعل اير. برضو فعل اير ده برضو نضيفه مع الخمسة اللي معانا يا بوستة، برضو من أهم الأفعال في اللغة الأسبانية. ليه تركيبات تدل على المستقبل، بنستخدمه في حاجات كتير، دايما بنروح رايحين بنستخدم الفعل ده كتير، فمن ضمن الأفعال المهمة. برضو هو فعل شاذ زي فعل سير. طبعا فعل سير احنا خدنا عليه حاجات كتير، بس عشان هو مش شواذ لازم نستشهد بيه. سير تبقى سوي إيرس إس سوموس سويس سون، سوي إيرس إس سوموس سويس سون. فعل سير اللي احنا عارفينه وعرفنا مع بعض في السياقات كتير واستخدمناه ووصفنا بيه ناس كتير. إير بوي بس با باموس بايس بان. كلمة باموس دي طبعا من الكلمات المشهورة في اللغة الأسبانية، لما تيجي تدي حماس لحد أو يلا بينا أو يلا هنعمل كويس يلا نخلص حاجة بنقول يلا باموس، يعني يلا باموس. دي من الكلمات اللي هتسمعوها برضو كتير. دول يعتبر شاذين في كل حاجة، في أول تاني تالت رابع أول جمع تاني، كله يعتبر شاذ زي ما احنا شايفين. سوي إيرس إس سوموس سوي سون، مفيش قاعدة، شاذة تماما. بوي هنا أصلا الأوبي ما كانتش موجودة، بوي باس با باموس بايس بان، برضو فعل شاذ تماما زي فعل سير، وده برضو نوع من أنواع الأفعال الشاذة. نحاول لو عايزين نفهم بس عشان نحفظ، لو جيت لقيت هنا مثلا في فعل سير هتلاقي بس هنا الاس 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 اللي هي من الفعل، بعد كده سوي ارس، ده عادي دي نهاية المجموعة اصلا، اس كذلك، سوموس وسويس شاذين، سون برضو الاس هي اللي احنا استخدمناها، بوي باس با باموس بايس بان، الاوبي بنستخدمها مع الفعل ونكمل بوي باس با باموس بايس بان.
طبيعي، ولكن المشكلة ان في حروف بتظهر في الفعل مش موجودة، فعشان كده لازم دايما نبقى نفتكرها. فعل إير وفعل سير وفعل ستار وفعل تنير عمرنا ما هننساهم. ليه؟ عشان دايما بنستخدمهم، وده الحال في أي حاجة. طالما بتستخدم عمرك ما هتنسى. الأفعال التانية هترجع شوية تنسى، تستخدم ترجع لغاية أما يثبتوا معاك. نشوف مع بعض برضو أفعال تانية زي إمبيار، برويبير، أكتوار، ريونير. هنشوف برضو دول تصرفاتهم وإيه الموضوع اللي فيهم. كالعادة إمبيار يعني يرسل أو يبعت حاجة، برويبير يعني يمنع حاجة، أكتوار يمثل حاجة، ريونير يجمع حاجة. إيه بقى هنا اللي بيحصل؟ تعالوا كده نمشي واحدة واحدة. إمبيو، إمبياس، إمبيا، إمبياموس، إمبيايس، إمبيان. في حاجة زادت؟ في حاجة نقصت؟ لا، اللي زاد بس إن إحنا حطينا قبل النهاية أثنتو على الحرف. مع اليوهي إمبيو، شايفينها؟ إمبيو هي مفروض فوق من غير أثنتو، لكن تحت حطيت عليها أثنتو. إمبيو في مع تو، إمبياس، 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 حطيت برضو على الإي أثنتو. إمبيا، 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 حطيت على الإي أثنتو. نيجي لإمبياموس وإمبيايس، ما حطيتش على الإي اللي قبلهم أثنتو، لأن هما ما بنغيرش فيهم حاجة مع الأفعال الشاذة. إمبيان برضو الإي اللي قبل النهاية حطينا عليها أثنتو، يعني هنا التغيير في أثنتو بس. فعل إمبيار مجرد الأثنتو اللي أنا حطيته على الحرف اللي قبل النهاية اللي هو الإي، ما عدا كالعادة نوسوتروس وبوسوتروس. نيجي للفعل التاني، برويبير، برويبير، برويبير يعني يمنع. شوف كده معايا، برويبو، برويبس، برويبي، برويبيموس، برويبيس، برويبن. الأثنتو محطوطة فين؟ في الإي اللي قبل الحرف النهاية، يعني النهاية حرف الأثنتو على الإي. هنا عشان الإي كانت جنب النهاية على طول فعملنا لها أثنتو، هنا قبليها عملنا لها أثنتو. ليها قاعدة طبعا في قواعد الأثنتو بس مش هنخش فيها دلوقتي، أنا بس بقولك عشان تبقى أنت معلم الحاجة، عشان قدام لما تعرف بقى ان الكلمة بتتقسم كذا ودي بتنتهي هنعرف ليه حطينا الأثنتو هنا. إمبيو، إمبياس، إمبيا، إمبياموس، إمبيايس، إمبيان، برويبو، برويبس، برويبي، برويبيموس عادي، برويبيس، برويبن لو هيمنع حاجة. الأثنتو هنا بس اللي حطيناها، كالعادة بنستثني نوسوتروس وبوسوتروس. أكتوار يمثل او يعمل حاجه، اكتوار فين الاثنتو؟ اهي بصوا، اهي هنزل عليها، اهي الاثنتو على الاو اللي قبل النهايه. تعال اشوف نوسوتروس وبوسوتروس، الاو ما عليهاش حاجه، برضو بنستثني نوسوتروس وبوسوتروس. يعني لحد دلوقتي نوسوتروس وبوسوتروس مستثنيين تماما من اي نهايه شاذه او اي تغيير. اكتو، اكتواس، اكتوا، اكتواموس، اكتوايس، أكتوان. ده فعل أكتوار، الأثنتو زي ما انتوا شايفين لا ضفنا حاجة ولا شلنا منه حاجة، بس مجرد ان احنا حطينا أثنتو على الأو ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس، ما حطيناش على الأو حاجة. ريونير نركز برضو، بصوا ادي الأو، ادي الأو، ادي الأو، نوسوتروس وبوسوتروس مفهومش، ايوس، اياس، أستيدس فيهم، ريونو، ريونس، ريوني، ريونيموس، ريونيس، ريونن، ريونن. ده نوع من الأفعال الشاذة اللي بس التغيير بيبقى في الصوت، لأن الأثنتو في الآخر صوت. الأثنتو بتخلينا نتك على حتة معينة في الكلمة بس، فالتغيير مش تغيير حرف، التغيير مش تغيير زيادة أو نقص، هو التغيير بس صوت، بحط أثنتو على حرف معين أو على مقطع معين عشان نبقى محددين بنغير بيه مقطع الصوت نفسه. ده نوع برضو من أنواع الأفعال الشاذة. الفعل اللي احنا شفناه مع بعض اللي هو فعل أبير اللي أنا شرحته قبل كده وقلت هنحتاجه قدام. فعل أبير
يعني معناه يوجد. تصريفه ايه؟ ايه اس ا ايموس ابيس ان، زي ما كتبنا مع بعض. وفاكرين لما انا كتبت دي بين كده مربع وقلت الاي ديت بتبقى امبيرسونال، امبيرسونال يعني حاجه مش شخصيه. لما اجي اتكلم على حاجه عامه، لما قلت اي نيبلا، لما اجي اقول اي ريستورانتس، بتكلم في العموم، ما بتكلمش مخصص حاجه معينه. هنفهمها مع بعض قدام، بس ده برضو لازم ان احنا نذكره لانه فعل من الافعال الشاذه. ابير اي اس ا ايموس ابيس ان، ده فعل من الافعال الشاذه. وطبعا الاي اي ده هنستخدمها بطريقه امبيرسونال في بعض الجمل، وهنفرق ما بينهم برضو، ما بينها وما بين فعل تنير قدام. احنا بس بنوضح ان ده فعل شاذ. وزي برضو ما قلنا ان الفعل ده بنستخدمه كفعل مساعد مع ازمنه تانية. نيجي بقى نحاول نطبق كده شويه حاجات مع بعض. زي ما قلنا هنا فعل presente verbos presente irregular verbos presente irregular، الاي تتحول لاي اي عادي، احنا شفناها قبل كده اهي اي 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 اي. هنا دول ايه من غير ما يكون كاتبهم؟ دول نوسوتروس وبوسوتروس اللي هم اصلا ما بيتغيروش، بعد كده غيرتهم. حتى هو كاتب لك هنا تيوريا اللي هي يعني النظريه ان الاي بتتحول لاي اي، ولكن مع نوسوتروس وبوسوتروس ما بيتغيروش. حتى هنا كاتب مينوس نوسوتروس وبوسوتروس، ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس ما بيحصلش فيهم اي تغيير. فعل بنسر، بنسر بنسر يعني يفكر، بنسر يعني يفكر. تعال كده نصرفه، ادي الايه اهي، هنحط اي اي ونهايتنا اللي احنا عارفينها عادي، دي النهايات اللي احنا متفقين عليها اصلا من زمان، ما جيناش جنبها خالص النهارده، لكن بنيجي جنب الحته اللي احنا هنغيرها الايه. بينسو بينساس بينسا بنساموس بنسايس بينسن، بينسو بينساس بينسا بنساموس بنسايس بينسن. ادي النوسوتروس وادي البوسوتروس، ما حصلش فيهم اي تغيير كالعاده، مينوس نوسوتروس وبوسوتروس، ان الايه بتتحول لاي ايه ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس، فعل زي بنسر. هنا بيقول لك ان اوتروس بيربوس كومو بنسر، يعني ايه اوتروس بيربوس كومو بنسر؟ مش انا قلت لك واحنا بنشرح الافعال الشاذه ان في افعال نفس الطريقه بتاعه تصريفها في افعال تانية هنلاقيها بتتصرف نفس التصريف، نفس اللي احنا هنغيره. بنسر احنا غيرنا الايه، غيرنا الاي خليناها اي اي اهي، الاي خليناها اي اي. هل بقى كل فعل هفضل اقول لك الاي بتتحول لاي اي؟ لا، هقول لك الافعال دي زي فعل بنسر، انت عارف فعل بنسر بنحول الاي لاي اي، الافعال دي زي خجار بنحول الاو، وهكذا. ففي اسطمبه وبتحط تحتيها باقي الافعال، عايز تصرفهم بتصرفهم زي ما انت عايز. ايه الافعال اللي زي مثلا بنسر؟ اول حاجه كالنتار، كالنتار فرار، فرار ديسبرتار، ديسبرتار ديسبرتار امبثار، امبثار ميرندار، ميرندار ميرندار نيبار كرير انتندر، انتندر perder perder divertirse 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 mentir preferir preferir sentirse sentirse encender encender encender. يعني كل الافعال دي الاي بتتحول فيها لاي اي، كالنتار الاي لاي اي، سرار كذلك، ديسبرتار فيها 2 اي، فيها 2 اي، الاي الثانيه هي اللي هتتغير، امبثار اي واحده مش هنغير اللي في الاول طبعا، ميرندار ثانيه،
نيبار واحدة، كيرير عارفينها كييرو زي ما احنا خدناها، انتندير برضو الاي التانية، الاي الأولى لأن التانية دي بتاعت النهاية، بيردير اللي هي دي، ديفيرتيرسي اللي هي دي، منتير دي، بريفيرير دي، سنتيرسي دي. يعني هو اديتك كتلة أفعال، هو قلت لك ده زي فعل بنسار، هي دي الموضوع بتاع الأفعال الشاذة، إن أنا مش همسك فعل فعل أحفظ تصريفه، لا أنا بحفظ واحد اللي هو زي بنسار، إن الإيه بتتحول لإي إيه، وبقول لك كل بقى الأفعال دي زي بنسار، صرفها زي بنسار بالظبط، إن الإيه حولها لإي إيه ونهايتك ثابتة. فبالتالي أنت بص أدي 1 2 3 6 9 12 14 فعل قلت لك دول زي بنسار، فانت عارف بنسار بيتصرف ازاي، مش محتاج تحفظ كل دول، انت بس محتاج تعرف ان في بنسار بنحول الاي لاي اي بس، وكالعاده بقى في باقي الافعال الشاذة. فاكرين الفعل ده تينير بينير، تينير تينجو تينيس تيني تينيموس تينيس tienen, vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. نفس التصريف برضو نفس الحاجة، ان مع اليو ضفت الخي ومع باقي الضمائر حولت الاي لاي اي، ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس، ما عدا ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس اللي هم دايما ما بيتغيروش عشان تبقى دايما فاكرها. تينير بنير، هقول لك تينير زي بنير، اه تينير بحط خي يبقى مع بنير كذلك، وبحول ال ال اي اي ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس زي ما انتم شايفين اهم بالظبط. معانا بقى هنحاول نشوف كده كام جمله مع بعض، ونحاول ان احنا نكمل النهايات بتاعتهم او نشوف هم شواذ في ايه. بيقول لك تو كذا، او نشوف العنوان الاول بيقول لك اسكريبا اي او اي اي سيجون كورسبوندا، سيجون سيجون كورسبوندا يعني بيقول لك اكتب الاي او الاي اي حسب ما يتطلب ده، يعني هل تنفع الاي بس ولا الاي اي. تو ده فعل، كيرير مع تو يبقى كييرس، هنختار الاي اي كييرس، تو كييرس. نوسوتراس فاكرين فعل بنسر، مش هنغير حاجه، بنسامس هنحط الاي بس، بنسامس نوسوتروس بنسامس. اوستيد بري ده فعل بريفيرير، احنا قلنا ان الاي بتتحول لاي اي، طبعا مش هنرجع بس انت هتبقى وانت بتشوف كده هتبقى معاك الليسته بتاعه الافعال دي، يبقى اوستيد بريفيري بريفيري. ايوس ده فعل كومنثار، قلنا عليه شاذ، كومينث في اي هنا هتحول لاي اي، يبقى ايوس كومينثن كومينثن. يو ديس ده فعل ديسبرتار، مع اليو قلنا هو شاذ الاي بتتحول لاي اي، يبقى يو ديسبيرتو يو ديسبيرتو. بوسوتروس ان ثين دير، متصرف مع بوسوتروس ان ثين دير، احنا قلنا بوسوتروس وبوسوتروس ما بنغيرش معاهم حاجة، يبقى in thin days in thin days. يو ريكو ده فعل ريكومندار، اللي هو بيرشح حاجة لحد، أو حد يقول لك اه الحاجة دي كويسة بيرشح لك حاجة ريكومندار، يبقى يو ريكو ميندو، إن الإيه بتتحول لإي إيه. بوسوتروس بيرديس ده فعل بيردير، مع إحنا عارفين نوسوتروس وبوسوتروس ما بنغيرش حاجة، يبقى بي بيرديس. ايا كال ده فعل كالنتار، قلنا ان الاي بتتحول لاي اي زي فعل بنسار، يبقى ايا كالينتا. اوستيدس ده الفعل فرار، فرار قلنا زي بنسار ان الاي بتتحول لاي اي، يبقى اوستيدس فيران فيران. ال ده فعل مرندار، ما قلناش معناه فعل مرندار يعني بياكل وجبة خفيفة كده بين الوجبات عقبال ما ياكل الأكلة اللي بعدها، دي حاجة من الحاجات المشهورة برضو في اسبانيا. ميريندار قلنا ان الاي التانية بتتحول لاي اي تبقى ميريندا، ال ميريندا. اوستيدس اوستيدس ده فعل انتندير،
قلنا entender ان ال A بتتحول ل EA يبقى ustedes entienden. ustedes entienden دي تحطها قدامك وتصرف مع نفسك بدماغك، تبقى انت عارف التصريفات وبس تحاول تفتكر التغيير حصل فين. زي بالظبط انا مش قاصد ان انا ما احطش الاجابات عشان الصوت تعرف تميزه وتعرف ان هنا حصل كامبيو، حصل لخبطنا حاجه، حطينا الاي اي، شلنا الاي وهكذا. فانت درب ده نفسك على طول، هتلاقي ان مخك بدا يسترجع معاك الافعال الشاذه على طول. هنا برضو عشان تمرين بيقول لك escribe el presente de los siguientes verbos. escribe el presente de los siguientes verbos يعني اكتب المضارع للافعال التاليه: venir, empezar, cerrar, sentir, entender, tener. عايز مع اليو مع بوسطرس، عارفين ان احنا مع بوسطرس ما بنغيرش حاجه، نهايتنا الجميله وخلاص. venir مع اليو، venir زي tener، فاكرين tener tengo، venir vengo. مع بوسطرس اخرها اس، مش هغير حاجة، النهاية بتاعت الـ ER. انبثار احنا قلنا ان الـ A هنحولها لـ EA مع كله ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس. انبثار تبقى انبيثو، انبيثو. مع بوسوتروس الـ AR اخرها ايه؟ انبثايس، انبثايس. اخرها النهاية بتاعتنا ما غيرناش فيها حاجة. ثرار، ثرار، قلنا ثرار زي بنثار، بنثار، ثرار زي بنثار. ان الـ A تحولت لـ EA يبقى ثرار فيرو. ارجع مع بوسطرس ثرايس، ثرايس. النهاية بتاعتي دي وما غيرتش حاجة في الفعل. سنتير يعني يشعر، ثرار يعني يقفل يغلق حاجة، سنتير يشعر. قلنا بالظبط ان الـ A هتتحول مظبوط، يبقى سينتو، سينتو. مع بوسطرس اخرها اس، سنتيس، اس، مش هغير حاجه في الفعل. انتندير قلنا زي بنسار بنحول الاي لاي اي، انتندير يو، انتيندو. مع بوسطرس مش هغير حاجه، انتنديس النهايه بتاعت المجموعه، انتنديس. تنير مع اليو عرفنا ان تنير تنجو، تنجو مع اليو. مع بوسطرس تنيس، تنيس، مش هغير اي حاجه وهضيف النهايه. انما لو مع فعل تاني احول الاي لاي اي زي تينجو، تينس، تيني، تينيموس، تينيس، تينن. يعني هو شاذ مع اليو وشاذ بس مع الباقي، بنحول الاي للاي اي ما عدا نوسوتروس وابوسوتروس. ده برضو تمرين تتدرب عليه من ضمن الافعال الشاذه علشان دايما مخك يبقى حاضر فيه التصريف على طول. هناخد برضو ضميرين تانيين عشان نحاول نصرف اكتر مع بعض من غير ما نشوف التصريفات قدام. معانا كده مجموعة من الافعال، واحد اتنين، معانا تسعة، والضماير اللي معانا ال وايا واستد او نوسوتروس نحن. ايه بيقول هنا؟ اسكريب البريسنت دي لوس سيجينتس فيربوس، يعني اكتب المضارع للافعال التالية. بنسار هو اللي كان على الموديل اللي احنا كنا هنمشي عليه مع باقي الافعال. بنسار قلنا ان الاي هنحولها لاي اي ما عدا نوسوتروس وبوسوتروس، يبقى بنسار مع ال او ايه يبقى بينسى، مع نوسوتروس نوسوتروس بنساموس، بنساموس. نفس ال ار مجموعتنا اللي احنا عارفينها ومش هنغير حاجه في الفعل. كالنتار ايه كالينتا زي بنسار، ان الاي تتحول لاي اي يبقى كالنتار كالينتا، كالنتار كالينتا. نوسوتروس مفيش حاجه شاذه، نهايتنا الجميله، كالنتاموس، كالنتاموس يسخن، كالنتار يعني يسخن. ميرندار، ميرندار اللي احنا قلنا بياكل وجبه كده خفيفه ما بين الوجبات، حاجه خفيفه كده سناكس بياكلها قبل الوجبه، ميرندار. عارفين ان هي ان الاي بتبقى اي اي زي بنسار، بدل لما اقول ميرندار الاي التانيه اغيرها يبقى ميريندو،
لكن هو عايزها مع ال ميريندا. طب نوسوتروس بنغير، لا يبقى ميرنداموس، ميرنداموس. سرر 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 يعني يغلق حاجة مع ال او ايه او استد. قلنا ان الاي بتتحول لاي اي يبقى سيرا سيرا. نوسوتروس هنغير، لا نهايتك الجميلة من غير ما تغير يبقى سراموس سراموس. بريفيرير 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 يعني يفضل حاجة. قلنا الاي تانية بتتحول لاي اي، مع يو تبقى بريفيرو، مع ال او ايه بريفيرا. مع نوسوتروس هنغير، لا هتبقى مجموعة تالتة بريفيريموس بريفيريموس. منتير قلنا برضو زي بنسار اي الاي بتتحول لاي اي يبقى ايه او ال او استاد مينتا. مع نوسوتروس هنغير منتيموس منتيموس، ما بنغيرش النهاية بتاعتنا اللي احنا عارفينها. منتير يعني يكذب. بردير بردير يعني يخسر. قلنا برضو ان الاي بتتحول لاي اي يبقى مع اليو يبقى بيردو، مع ال او ايه بيردا. مع نوسوتروس بير ديموس بير ديموس بير ديموس، النهاية بتاعتنا من غير ما نغير اي حاجة في الفعل. ريكومندار اللي هو يوصي حاجة او يرشح حاجة لحد. ريكومندار قرنا برضو انها الاي بتتحول لاي اي يبقى ريكوميندا ريكوميندا. مع نوسوتروس ريكومنداموس ريكومنداموس، اللي هو احنا هنرشح، مفيش تغيير حصل في نوسوتروس. كرير اللي قلنا عليه من اهم الافعال برضو، يو كيرو يبقى ال او ايه كيري. نوسوتروس كيريموس، مفيش اي تغيير برضو. برضو هنا جمل بقى، بدل بس ما نقول افعال، لا في جمل هنا هنفصصها كالعادة مع بعض. عندنا 8 جمل. بيقول لك completa las frases con el presente de los verbos entre parentheses، يعني بيقول لك كمل الجمل las frases con el presente يعني بالمضارع بتاع de los verbos بتاع الافعال، entre اللي هي ما بين parentheses parentheses اللي هي ما بين اقواس. نبدأ واحدة واحدة ونفصل زي ما احنا متعودين. ايس ضمير غائب جمع، عايز الفعل بريفيرير نصرفه مع ايس. بيقول لك بيبير ان اونا سويدا جراندي، عايز يقول لك ان هما المؤنث دول الناس المؤنث بيحبوا او بيفضلوا ان هما يعيشوا في مدينة كبيرة. سويدا جراندي يعني مدينة كبيرة، وفعل بيبير احنا عارفينه فعل يعيش في المصدر، لان اي فعل في الاسباني متصرف اللي بعده يجي في المصدر لو انا عايز اجيب بعديه فعل، في عايز اقول يعني الجمله بتاعتي يعني بتخليني اجيب فعل بعدها لازم اجيبه في المصدر. يبقى ايس بريفيرير احنا لسه مصرفينه، الاي بتتحول لاي اي يبقى ايس بريفيرن بريفيرن بيبير ان اونا سويداد جراندي. ا كي اورا ا كي اورا امبيثار، عايز الفعل امبيثار مع تو، جايب لك الضمير اللي هو اللي انت تصرف معاه الفعل اترابخر، بيقول لك يعني الساعة كام انت بدأت تشتغل. امبيثار قلنا ان الاي بتتحول لاي اي يبقى اكي اورا امبيثاس تو، اكي اورا امبيثاس تو اترابخر، انت الساعة كام بالظبط بدأت تشتغل. ادي امبيثار اللي احنا قلنا عليها. الاي حولناها لاي اي مع تو ضفنا النهاية بتاعتنا العادية يبقى اكي اورا empiezas tú a trabajar. تالت حاجة سيلبيا نو، عايز يصرف معاها كرير. trabajar por las tardes trabajar por las tardes يعني ما بتحبش تشتغل في نص اليوم، يعني العصر من عصر وانت رايح على المغرب ما بتحبش تشتغل هي في الوقت ده. سيلبيا نو كرير، احنا قلنا اللي هو بيحب او يعوز يعمل حاجة، قلنا الفعل ده بنعمل فيه ايه ان الاي بنحوله لاي اي يبقى سيلبيا سيلبيا نو كييري نو كييري ترابخار بور لاس تاردس نو كييري ترابخار بور لاس تاردس. ان اسبانيا ان اسبانيا algunas tiendas ان اسبانيا يعني في اسبانيا algunas tiendas يعني بعض المحلات algunas tiendas، شايفين اس اس المؤنث اللي احنا قلنا عليه مؤنث مؤنث مذكر مذكر. ان اسبانيا algunas tiendas cerrar يقفل al mediodía
يعني بيقول ان في اسبانيا في بعض المحلات بتقفل في نص اليوم بالظبط، اللي هو الساعه مثلا 12 على الظهر كده الميديو دي. فعل سرار، احنا قلنا ان سرار زي بنسر، الاي بنحوله لاي اي. طيب هو هنا هنصرف مع ايه؟ انا مش عارف. بيقول لك في اسبانيا بعض المحلات، المحلات يبقى ده ضمير غائب جمع. سرار الاي هنحولها لاي اي يبقى في سيرن، سيرن يبقى ان اسبانيا algunas tiendas cierran al mediodía. نو عايز نصرف فعل انتندر مع بوسوتروس نادا. نو انتنديس نادا، نو انتنديس نادا، عارفين ان بوسوتروس ما بنغيرش معاها، عادي ما غيرناش، حطينا النهايه بتاعت المجموعه الثانيه. نو انتنديس نادا بوسوتروس، نو انتنديس نادا. يعني مثلا نفترض ان في مدرس بيكلم الطلبه قدامه بيقول لهم هو انتم مش فاهمين حاجه؟ بوسوتروس نو انتنديس نادا، ما حدش فاهم حاجه منكم، بيسال عشان حد يجاوب عليه. بوسوتروس كالعاده ونوسوتروس ما بنغيرش فيهم حاجه في الفعل، وهو مجموعه تانية ضفنا النهايه بتاعه بوسوتروس نو انتنديس. شكرا. ستة يو بنسار، الفعل اللي احنا ماشيين عليه كله، que el español es fácil، que el español es fácil. بنسار يفكر، هو بس هنا جايب معنى يعتقد، يعني ان الاسباني الاسبانيول اس فاسل، يعني الاسباني سهل، لغه سهله. فهو يو مع بنسار تبقى، احنا قلنا ان الاي بتتحول لاي اي والنهايه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها يبقى يو بينسو، يو بينسو كي الاسبانيول اس فاسل، انا بعتقد ان الاسباني لغه سهله. يو بينسو كي الاسبانيول اس فاسل. فعل كيرير، فعل كيرير مع أستاذس، مع أستاذس عايزنا نصرفه مع أستاذس. تومار ألجو، بيسأل كيري يعني أنتوا عايزين، حضراتكم، تومار ألجو يعني تشربوا حاجة، حضراتكم عايزين تشربوا حاجة. ممكن يكون حد في محل بيسألهم، حد عندك ضيف فأنت بتسأل حضراتكم عايزين تشربوا حاجة. فإحنا هنصرف فعل كيرير، هنكلمهم طبعا بصيغة الاحترام اللي هي صيغة أستاذس، يبقى أستاذس كيرين تومار ألجو، كيرين تومار ألجو. كرير ان الاي بقت اي اي، حولناها لاي اي بقت كي. وطبعا الجمع بتاع الضمير الغائب اخره اي ان عشان هي اي ار، يبقى أستاذس كييرن تومار الجو، حضراتكم عايزين تشربوا حاجه. الابويلو، المثل اللي بعده الابويلو، فاكرينها لما خدناها مع لا فاميليا، لا فاميليا اللي هي الجد. الابويلو عايزنا نصرف فعل كومنثار، comenzar a contar una historia muy interesante. El abuelo، عايزين نصرف فعل comenzar، يعني comenzar يعني يبدا. a contar، a contar يعني يحكي. una historia، una historia يعني قصه. muy interesante شيقه جدا، يعني الجد بدا او الجد بدا يحكي قصه او حدث او حكايه شيقه جدا. عايزنا نصرف فعل ايه؟ كومنثار. احنا قلنا كومنثار ان الاي هنحوله لاي اي، يبقى الابويلو ضمير غائب مفرد، كومينسا، كومينسا، يبقى الابويلو كومينسا، الابويلو كومينسا ا كونتار اونا هيستوريا موي انتريسانتي، بدا يحكي لنا حكايه شيقه جدا. ادي الثمان جمل عملنا فيهم ايه؟ صرفنا الافعال، عرفنا نتصرف من غير ما نشوف الاجابات، وده المهم، مش لازم الاجابه او التصريف يبقى قدامنا. عرفنا الفعل بنصرفه حسب القاعده اللي احنا خدناها وحسب اللي احنا بنغيره بالظبط. هنغير ده عرفنا، هنغير ده عرفنا برضو، مش هنغير مع نوسوتروس وبوسوتروس، انما الباقي كله ايه؟ هنغير. هنكمل مثلا كذا جمله زي الكاماريرو، الكاماريرو، الكاماريرو يعني الجارسون. ريكومندار، ريكومندار يعني بيرشح. بايا بارا كومير، يبقى الكاماريرو احنا عارفين ان الاي هتحولها لاي اي والكاماريرو ضمير غائب، يبقى الكاماريرو ريكوميندا، ريكوميندا بايا بارا كومير، بايا بارا كومير. بايا اللي احنا عارفينها وخدناها في الجزء بتاع الثقافه اللي هو الطبق
المشهور الأكل بتاعهم. يبقى الكاماريرو recomienda paella para comer. Nosotros, no, كده nosotros, entender الفعل اللي هو يفهم الاخرسيسيو. وعايز يقول اللي احنا ما فهمناش الاخرسيسيو يعني حاجة بنحلها زي ما احنا بنحل كده تمرين يعني. عايز يقول احنا ما فهمناهوش. Nosotros, entender او بنشاز بس مع nosotros ما بنغيرش. يبقى nosotros no entendemos. No entendemos el ejercicio. Tú, انت, calentar, calentar la leche para desayunar. عايز يقول انت بتسخن la leche, اللبن, para desayunar عشان الفطار. Calentar, الA بتتحول لإي إيه. يبقى tú calientas la leche para desayunar. Nosotros, cerrar. طيب كويس, nosotros, يبقى مش هنغير حاجة حتى لو الفعل شاذ. Las ventanas porque hace frío. عايز يقول cerrar ان احنا هنقفل las ventanas, الشبابيك, porque hace frío, عشان الجو برد. يبقى nosotros مع cerrar يبقى cerramos. Ellos, pensar, ellos, ضمير غائب جمع, pensar, continuamente en las vacaciones. Continuamente يعني باستمرار. Continuamente يعني باستمرار. عايز يقول لك ان هم بيفكروا باستمرار en las vacaciones, في الاجازات, في الاجازه بتاعتهم. Ellos pensar, اللي احنا عارفينه ان الاي هنحولها لاي اي. يبقى ellos piensan continuamente en las vacaciones, هم بيفكروا باستمرار في الاجازات. 14, yo, انا, despertar a mi hijo a las 8 en punto. Yo despertar a mi hijo a las 8 en punto. يعني انا بصحي a mi hijo, مي احنا عارفينها possessivo اللي احنا عارفينه لابني, بصحي ابني a las 8 en punto, الساعة 8 بالظبط. بصحي كل يوم الساعة 8 بالظبط. يبقى يو مي اللي بيصحي انا, despertar, هصرف معايا ايه مع اليو, الاي تبقى اي اي. يبقى يو despierto, yo despierto a mi hijo a las 8 en punto. آخر مثل معانا, este profesor no viene el inglés. الأستاذ ده entender, عرفنا هنصرف معاه ال A هتبقى EA, no entiende bien el inglés, يعني الأستاذ ده مش بيفهم قوي الإنجليزي. كده يبقى احنا لمينا في درسين الافعال الشاذه اللي ممكن تقابلنا في اللغه الاسبانيه, وخدنا عليها شويه اكسرسيسيوس, شويه تمارين من غير ما نشوف الاجابات عشان بس النهايات والتغييرات تبقى دايما في دماغنا. وان شاء الله هنكمل لو في حاجه الدرس الجاي قابلتنا. وكالعاده اتمنى لكم كل التوفيق. استلويجو.